نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: هو رجل يريد أن يحج وعليه دين، وهذا هو حج الفرض، فهل يحج أم لا؟ وإذا كان المبلغ الذي يريد أن يحج به لا يوفي دينه. أقول: أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه والمقربين إليه. الحج ليس فرضا على من عليه دين، ليس فرضا على من عليه دين، كما أن الزكاة ليست فرضا على الفقير. أفهمتم هذا؟ هل الفقير إذا لم يؤدي الزكاة هل يتألم ويتكدر ويضيق صدره؟ لا. إذن الحاج الذي عليه دين، نعم، الرجل الذي عليه دين لا يجب عليه الحج، كما لا يجب على الفقير زكاة. فإذا كان عليه دين والمقدر أنه 10,000 وليس عنده إلا 10,000، إن حج منها لم يوفي جميع الدين، وإن لم يحج أوفى جميع الدين، فما هو الأولى؟ الثاني أولى، أوف الدين ثم حج، لأنه لا يجب عليك الحج أصلا قبل وفاء الدين. وأنت إذا مت والدين في ذمتك بعد الحج تتأذى بهذا الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والدين ليس بالسهل. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشهادة، هل تكفر الذنوب؟ فقال: نعم. فلما ولى دعاه وقال: إن جبريل أتاني وقال إن الشهادة لا تكفر الدين. شهادة في سبيل الله، يقتل الإنسان إذا كان عليه دين، فإن الشهادة لا تكفر. اسمع هذا المثال. مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه الأموال، إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه رؤوفا بالمؤمنين رحيما بهم لا يصلي على الذي عليه دين. فقدم إليه رجل من الأنصار، فلما تقدم ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبه، ورجع ما صلى عليه، صلوا على صاحبه. فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أضمنه. قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى عليه، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على عظم الدين. ونقول للأخ الذي مات وعليه دين ولم يحج: أبشر بالخير، إنك لم تفرط في فريضة من فرائض الله، لأن الله لم يفرضها عليك الآن. كما أن الفقير إذا مات نقول إنه لم يفرط في الزكاة لأنه ليس له مال. هذا المدين إذا مات لا نقول إنه فرط في الحج، لأنه لازم الحج حتى يوفي الدين. ولكن إذا كان الدين مؤجلا، يعني مقسطا، وكان عنده وقت الحج مال يستطيع أن يحج به، وهو واثق أنه إذا حل أجل الدين أوفاه، فهذا نعم نقول حج. مثال ذلك: إنسان مثلا يحل عليه كل شهر 5,000 من الدين، في شهر ذي الحجة كان عنده 3,000 يمكن أن يحج بها، وهو يعرف أنه إذا جاء الراتب في آخر الحجة سوف يوفي دينه. هل نقول حج أو لا تحج؟ نقول حج الآن، الحمد لله أنت قادر وليس عليك ضرر.